مرة ثانية أهلا وسهلا بحضراتكم في السادسة. طيب خلينا اسمح لنا يا كابتن أحمد، يعني وصل لنا مرة ثانية إن إحنا معانا إرني براندتس مدير فني لفريق أيندهوفن، وكان لاعب سابق طبعا في أيندهوفن، واحد من نجوم الكرة الهولندية والمنتخب الهولندي. هنتكلم معاه سريعا جدا عن خروج هولندا امبارح على إيد التشيك. بداية أهلا بيك على شاشة الأهلي طبعا، وخليني أدخل في الموضوع على طول. خروج هولندا بالنسبة لك كان مفاجأة، خصوصا بعد العروض القوية اللي قدمها في دور المجموعات وتألق عدد كبير من نجومه. حسنا، الفريق الهولندي لم يكن في المستوى المطلوب. تعرف أن هناك العديد من اللاعبين الجيدين في المنتخب، لكن الباقي في مباراة تشيك لم يكونوا بالأداء المطلوب، ولم يكونوا بمستوى 100% من المستوى. لذلك أعتقد أنه لم يكن لديهم الإعداد الجيد للمباراة. فرانك دي بوير يتحمل نسبة كم من المسؤولية من وجهة نظرك؟ نعم، أعتقد أنه يتحمل مسؤولية كاملة لأنه المدير الفني. يجب أن يعتني بجميع اللاعبين وأن يكونوا في المستوى الجيد. أنا كلاعب لا أستطيع أن أقاتل في المباراة على المستوى المطلوب إذا لم يكن هناك إعداد جيد على المستوى الفني. وأعتقد أن اللاعبين كانوا جاهزين للخطة لكن لم يكونوا معدين بالشكل الجيد على المستوى الفني. الأسماء اللي موجودة في المنتخب الهولندي أسماء مبشرة، ومنهم الحقيقة كتير من النجوم اللي متألقين مع أنديتهم، وكلها أندية كبيرة أو منتقلين بالفعل في صفقات يمكن تبعتها كل جماهير الكرة في العالم. هل تعتقد أنه المنتخب الهولندي بتشكيلته الحالية بالأسماء اللي بيضمها قادر على الوصول لمنصات التتويج في المستقبل القريب، ولا تظل هولندا يعني بتقدم كرة ممتعة لكنها غير قادرة على الوصول للألقاب أو تحقيق البطولات؟ كما تعلم أن المنتخب الهولندي كان مع كومان، كان لديه أداء أكبر وكان لديه أداء أفضل، والآن هو يدرب فريق برشلونة. لذلك المنتخب الهولندي اعتاد دائما على اللعب بخطط هجومية، ولم يكن أبدا منتخب دفاعي. لذلك يجب على الفريق دائما إذا أراد الفوز أن يكون في منطقة الجزاء ليفوز، ويجب أن يعتاد اللاعبون على هذا الأمر. وأعتقد أننا يجب علينا اللعب بطريقة هجومية أكثر في المباراة. طب اسمح لي أنا أستغل وجودك معايا في طرح سؤال، يمكن السؤال الأهم بالنسبة لي فيما يتعلق بكرة القدم الهولندية. تظل أهم الأسماء، أكبر الأسماء في عالم كرة القدم الأوروبية للعبه لأكبر الأندية الأوروبية تمر دائما عبر محطة هولندا، وتظل أهم المواهب الهولندية بتتقدم للأندية الكبيرة في أوروبا عبر بوابة أندية زي أياكس أمستردام، زي أيندهوفن، زي فاينورد الهولنديين. والمشكلة الحقيقية، هل المسؤولين عن منظومة الكرة في هولندا مقتنعين بالدور ده فقط، أو مكتفيين بالدور ده فقط، ولا في رؤية لأنه المنتخب الهولندي والأندية الهولندية تتطور وتصبح من القوى العظمى فعليا في أوروبا؟ أعتقد أنهم يستطيعوا أن يحسنوا من أداء الفريق الهولندي في المستقبل، وأعتقد أنها مسؤولية المدير الفني والمسؤولين واللاعبين أكثر. أعتقد أن الضغط الموضوع على الفريق في البطولة كان كبيرا. أعتقد أن اللاعبين لم يكونوا في الشكل الجيد، ليس إلا، لكن تعرف الأمر يختلف عن الأندية. لما تلعب على مستوى بطولة أوروبية كبيرة يكون هناك المزيد من الضغط، فلم يؤدي اللاعبين بالشكل الكامل المباراة بالشكل الكافي ليفوزوا بالمباريات. إرني براندتس طبعا نجم منتخب هولندا ونجم أيندهوفن، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى تواصلك معنا في السادسة.